أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك بقناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا. تسعة وسيلة يجب عليك أن تطرحها عند محاولة تغيير نفسك. يقول كاتب المقال: لسنوات عديدة عانيت من انخفاض تقدير الذات. هذا ينبع أساسا من الصراعات التي عانيت منها في سن المراهقة والتجارب السلبية التي مررت بها في علاقاتي. غالبا ما أترك الناس يؤثرون على شعوري تجاه نفسي بسبب ما يقولونه أو الآراء التي يشاركونها. لم أكن أدرك أن الأشخاص الذين يشعرون بالحاجة إلى تثبيت الآخرين هم بدورهم يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم. أتذكر عندما كنت أؤكد لخالتي حول مدى شعوري بالتعاسة، وكان دائما ما تقول أنني يوما ما سأصبح امرأة جميلة. لم يكن لدي أدنى اعتقاد أنني سأصبح كذلك، على الرغم من أنني قد تخلصت من زيادة الوزن، لكن تفكيري بقي نفسه. مهما كان ما تريد تغييره في نفسك، فمن المهم أولا أن تعرف ما هي الصفات التي ستكسبها بعد التغيير. هل ستكون أكثر سعادة وإثارة وجاذبية؟ هل ستكون محبوبا أكثر وواثقا من نفسك متقبلا له؟ يمكن اكتساب كل هذه الصفات قبل إحداث أي تغييرات جسدية، لأن احترام الذات وحب الذات يجب أن ينبع من الداخل. هذا هو السر الأكبر لتعزيز الذات وتعلم قبول نفسك على ما هي عليه. يجب أن يبدأ هذا من داخلك. عندما يتغير تفكيرك يتغير جسمك. تتغير الطريقة التي تتفاعل بها مع الناس، وبدورها تتغير طريقة تفاعل الأشخاص معك. نظرتك للعالم ستكون أكثر إيجابية، ويمكنك أن تشعر بقوتك عندما تأخذ السيطرة الكاملة والمسؤولية عن نفسك. لكي تعتقد بأن لديك سلطة، تحتاج إلى تغيير الكلام الذي تستخدمه والقرارات التي تتخذها وطريقة التي تتفاعل بها مع الناس. لماذا تمضي حياتك في لعب دور الضحية؟ عندما تتصرف كضحية سيعاملك الناس كذلك. يأتي إلي العديد من الناس لأن أفكارهم السلبية عن أنفسهم وعن عالمهم قد طغت عليهم. لا شيء يستهويهم، لديهم مشاعر سلبية باستمرار ويشعرون بالعجز عن إحداث تغيير. عندما تشك في نفسك وقدراتك أو تشعر أنك مهزوم نفسيا، اسأل نفسك بعض الأسئلة التي تحدد نقاطك الإيجابية. السؤال الأول: ما الذي يعجبك في نفسك؟ كل الاعترافات الصغيرة هنا مهمة جدا. السؤال الثاني: ما هي الصفات الإيجابية التي تمتلكها؟ السؤال الثالث: ما الذي حققته في حياتك حتى الآن مهما كان صغيرا؟ السؤال الرابع: ما هي التحديات التي واجهتها وتغلبت عليها؟ السؤال الخامس: ما هي مواهبك ومهاراتك؟ السؤال السادس: ما الذي يقدره الآخرون فيك؟ السؤال السابع: ما هي الجوانب التي تقدرها في ذاتك؟ السؤال الثامن: ما هي الأشياء السيئة التي لست عليها؟ السؤال التاسع: كيف يمكن لشخص آخر تعرفه وتثق به أن يصفك؟ سيؤدي القيام بهذا التمرين إلى جعلك تفكر بطريقة إيجابية وإعادة تطهير أفكارك، بحيث يمكنك التركيز على ما هو جيد وإيجابي مقابل ما هو سلبي ومثبط. الشخص الذي لديه إحساس متوازن بتقدير الذات سيكون قادرا على تحديد نقاط جيدة حول نفسه، وكذلك سيكون قادرا على إعطاء رأيه بالآخرين ومجاملته. سوف يمتلك قراراته. على الرغم من أنه سوف يرتكب الأخطاء، إلا أنه سيعود ثانية دون القلق حيال ما سيقوله ويفكر فيه الآخرون عنه، ونتيجة لذلك سوف يتمتع بالقوة والسيطرة على قراراته، مما سيسمح له بعيش حياة أكثر تمكينا.
استمع إلى أروع المقالات الصوتية وحملها مجانا عبر تطبيق أوديو لابي.